نسعد دائما بزيارتكم، تصفح الصفحات المختلفة، وأيضا زيارة جزء من مكتبة قناة الشروق اللي فيها عدد من الأغنيات وأيضا فيديوهات من البرامج موجودة في الشروق نت. في فقرة الشروق نت أيضا نقف عند التحليل السياسي. صحيح، وفي الشروق نت لليوم نرحب بالأستاذ محمد الفاتح رئيس تحرير الأهرام اليوم. مرحب بك وصباح الخير. أهلا بك تيسير وبالأخ أحمد وكل مشاهدي قناة الشروق في السودان وخارج السودان. مرحب بك. قبل ما نبدأ معك الأخبار، نحن عرفنا أنه في زيارة اليوم لسيد رئيس الوزراء لبنك السودان المركزي، يمكن ده أول زيارة له يعني. هذه الزيارة شنو المتوقع منها؟ وأنت كمطلع يعني على مجريات الأحداث فيما يخص تشكيل الحكومة أخيرا، هل نستطيع أن نرفع سقف التوقعات تماما فيما سيحدث في مقبل الأيام، أم علينا أيضا أن نستخدم سياسة النفس الطويل يعني؟ والله ده سؤال مهم، ويعني الإجابة عليه صعبة، لكنها يعني هي حكومة، هذه الحكومة هي حكومة الأمل والرجاء، حكومة التحدي أيضا، وحكومة عندها تحديات كبيرة، خاصة يعني هذه الحكومة لو حسبنا بالأيام هي حكومة تقريبا برنامجية في حدود عام، لأنه لحد أبريل 2020 مفروض تكون فيه حكومة جديدة. والتحديات اللي قدامها تحديات كبيرة، لكن الشيء الجيد في هذه الحكومة إنها وضعت برنامج وهدف واحد استراتيجي، وهو كيفية تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وأعلت من شأن الأجندة الاقتصادية، وركلت لو الكلمة صحيحة الأجندة السياسية والمحاككة السياسية والمحاصصة ولذلك هذه الحكومة تركز بشكل واضح جدا على تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، تقليل الإنفاق الحكومي، وهذه أيضا يعني توجد بعض المطبات في هذا البرنامج، إنه يعني في تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالسيولة الموجودة في البنوك، وده كما ذكرت أنت زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى بنك السودان سوف يعني تبحث في ما هي العوائق التي تؤدي إلى عدم تمكن المواطن من صرف فلوس الموجودة في البنوك. ومن بعد ذلك في ظل وجود محافظ بنك السودان الجديد يعني محمد خير الزبير وهو خبير اقتصادي كبير وتدرج في مسالك بنك السودان وهو يعلم خفايا هذه، وأيضا هو كان لديه تصريح من أنه يمكن معالجة قضايا السيولة في وقت وجيز. سؤالك في أنه نرفع سقف يعني الآمال، صحيح في محله يمكن أن نرفع سقف الآمال، لأنه الفترة الفاتت عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين بيقولوا أنه ما كان في ضرورة لمسألة عدم وجود السيولة في البنوك، وبنك السودان باعتبار أنه هو المنظم مسألة النقد في البنوك، وبنك السودان هو الرغيب على المصارف التجارية، هذه زيارة تأتي في إطار معرفة رئيس الوزراء بالأسباب الحقيقية وراء عدم تمكن المواطن من صرف أموال الموجودة في البنوك. نعم، ويمكن نقرأ الخبر الأول في ذات الإطار المركزي: معالجات جادة ومستعجلة لحل إدارة النقد بالمصارف. أكد محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير يوم الاثنين سعيهم الجاد والعاجل لمعالجة مشكلات إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي وارتفاع التضخم، والعمل على استقرار سعر الصرف بما يناسب وينعكس إيجابا على توفر السلع الأساسية، المواد البترولية، القمح والدواء. وأكد الزبير خلال تسلمه مهامه محافظا للمركزي وفق وكالة السودان للأنباء، أكد قدرة قيادات وخبراء البنك على تجاوز التحديات. طبعا هذا تصريح مهم جدا وصادر من شخص مختص ومدرك وكان محافظ للبنك المركزي، واضح جدا هو يدرك العلل الموجودة، لأنه في الفترة الفاتت حصل اضطراب كبير وربكة وغير مبررة، هذه الربكة وهذا الاضطراب غير مبرر، لأنه ما الذي يجعل أنه بنك السودان وهو الرغيب على المصارف أنه لا يستطيع أنه يوفر السيولة للمواطن. ولذلك أنا أفتكر محمد خير الزبير عنده روشتة جاهزة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن مطالبين الناس والمواطن أنه يصبر على هذه السياسة. صحيح أنه لا يملك عصا موسى لتغيير الحال، ولكن أنا أتوقع وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أنه في وقت وجيز جدا يستطيع محمد خير حل مشكلة النقد والسيولة التي يمتلكها المواطن ولا يستطيع الحصول عليها. ولذلك يعني هذه الزيارة، زيارة رئيس الوزراء اليوم، هي تعتبر يعني مفتاح
لوزارة هامة جدا أفتكر، يعني توفق رئيس الوزراء في اختيار البنك المركزي باعتبار أنه البنك المركزي الآن مشكلة المواطن يعاني من مشكلة شح السيولة. نعم. ولذلك هذه الزيارة ربما تفتح آفاق جديدة لكيفية معالجة السيولة ومعالجة بعض القصور في بنك السودان. خبر ثاني في الشروق نت، خطة ثلاثية لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور. أعلنت الحكومة السودانية والأمم المتحدة وقوات حفظ السلام المختلطة يوناميد يوم أمس يوم الاثنين عن خطة متكاملة للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في ولايات دارفور عقب خروج يوناميد من الإقليم. وعقد وكيل الخارجية عبد الغني النعيم اجتماعا ثلاثيا بالخرطوم بحث الأوضاع في دارفور على ضوء إعادة تخفيض مكونات بعثة يوناميد وتسلم الفريق القطري للأمم أو القطري للأمم المتحدة بعض المهام من يوناميد فيما يتعلق بإعادة الإعمار وفق بيان صادر عن الخارجية. وذكر البيان أن الاجتماع شدد على أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بالتزاماتهم. وفي 13 يوليو الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2429 بتمديد ولاية يوناميد لعام واحد حتى 30 يونيو 2019. وفي 20 يونيو الماضي أعلن الاتحاد الإفريقي عن خطة للأمين العام للأمم المتحدة تقضي بخروج بعثة يوناميد من دارفور بشكل كامل في ديسمبر 2020. وصدر قرار تخفيض قوات البعثة من مجلس الأمن في 30 يونيو للعام 2017 بتخفيض قوات المكون العسكري للبعثة إلى 11,395 جنديا والمكون الشرطي إلى 2,888 عنصرا، وذلك كمرحلة أولى انتهت في يناير الماضي. وفي مرحلة ثانية تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8,735 عسكريا والمكون الشرطي إلى 2,500 عنصر. أستاذ محمد الفاتح، يعني في بالنا أيضا مسألة جمع السلاح التي انتظمت ولايات دارفور جميعا، يعني والآن هذا الخروج المرتب لليوناميد، إلى أي مدى الشرطة السودانية وأيضا القوات المسلحة ستكون حاسمة في حسم التفلتات وتضبط أيضا هي مسألة الاستقرار وأمن المواطن في دارفور؟ طبعا يعني أنا أستطيع أن أقول بكل صدق وثقة إنه الآن دارفور حدث فيها تصالح وحدث فيها استقرار لم يحدث في الفترات السابقة. نعم. وأنا أقول أيضا بأن قوات اليوناميد لها تقريبا زي 2 أو 3 سنوات هي ليست في مواجهة مع حركات مسلحة ولا مع حكومة، هي كأنما هي في رحلة أو في سياحة في دارفور. لا. لأن الآن في دارفور حصل استقرار ليس بسبب التدخلات الأمنية والعسكرية والشرطية في دارفور، وإنما بسبب أن الدارفور الآن حصل فيها الحركات المسلحة فقدت الحاضنة الشعبية. نعم. ولذلك الآن الحراك في دارفور كله يتحدث عن ضرورة يعني المحافظة على الأمن والاستقرار ونبذ الحرب والعنف باعتبار أنه دارفور خرجت من الدورة الطبيعية للحياة السودانية سواء كان في مجال التعليم في مجال الاقتصاد. ولذلك الآن الشخص الذي يدعو إلى الحرب ويحرض إلى الحرب سوف منبوذ تماما في المجتمع نفسه. في المجتمع نفسه أنا دائما بقول وأكرر إنه الآن الحرب في دارفور المواطن السوداني هو الذي لفظ الحرب، يعني الحركات المسلحة الآن هي موجودة فقط في العواصم الخارجية ولا توجد في على الطبيعة في دارفور، وليس بسبب التدخلات العسكرية وليس بسبب الحسم العسكري، صحيح هذا واحد من العوامل، ولكن العامل الأساسي إنه المواطن دارفور الآن كل يعني تناسى كل تلك المرارات وتناسى الحروب القبلية، والآن كل القيادات الشعبية والسياسية في دارفور تنادي بالتصالح، تنادي برتق النسيج الاجتماعي، تنادي بتناسي المرارات، تنادي بالعودة الطوعية. الآن الهاجس الأكبر في دارفور ليس الحرب وإنما العودة الطوعية وخيار المواطن وكيفية وضع البنيات الأساسية للتعليم وللصحة. ولذلك أنا أفتكر إنه دارفور بدأت صفحة جديدة، ووجود اليوناميد هو وجود لا يشكل أبدا أي حماية
لمواطن، لانه الان الحرب، الان الجرائم الموجوده في دارفور توجد في اي ولايه سواء كان سرقه او قطاع طرق، لكن الحرب العنيفه التي كانت منذ عام 2003 لا توجد اي معالم لاثر لحرب في دارفور الان. نعم، ننتقل مباشرة لخبر آخر في الشروق نت. سيلفا كير يهاتف مشار ويعلن استعداده للغاء المعارضة خلال زيارته للخرطوم. هتف رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير مياردت وبتنسيق من الوساطة السودانية يوم الاثنين هاتفا زعيم المتمردين رياك مشار الموجود حاليا بالخرطوم، وأكد سيلفا أن اتفاقية السلام نقلت بلاده من الحرب الأهلية لسلام مستدام. وكشف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أنه وبتنسيق من الوساطة السودانية أجرى رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير مياردت مكالمة هاتفية مع رياك مشار الموجود حاليا بالخرطوم. وأكد سيلفا كير خلال المكالمة أنه بإعادة إحياء اتفاق السلام فإن جمهورية جنوب السودان قد انتقلت تماما من حالة الحرب الأهلية إلى مرحلة السلام المستدام. اتفق سيلفا ومشار على أهمية استمرار التواصل الهاتفي بينهما ليعالج سويا أي تخرقات قد تقع لوقف إطلاق النار. نعم أستاذ محمد الفاتح، في هذا الإطار الحديث عن اتفاقية فرقاء جنوب السودان والموقعة ببنود مختلفة، الآن هذه المكالمة ومختلف الحديث في هذه المحاور، يبقى في حديث عن إنفاذ هذه الاتفاقية واقعا. طبعا واضح جدا أنه اتفاق الخرطوم للسلام بين الفرقاء في جنوب السودان بعد حرب طاحنة، يعني حرب تعتبر من يعني ما تم تدبيره في هذه الحرب لم يحدث منذ 1955، والضحايا أكثر أيضا من الحروب التي دارت بين الشمال والجنوب. ولذلك الآن أنا أشعر بأن هنالك إرادة سياسية للأطراف المتصارعة سواء كان المعارضة أو الحكومة، سيلفا كير أو مشار، وواضح جدا أنه الآن الجنوب أيضا يفتح صفحة جديدة للسلام والاستقرار. واضح جدا حتى الذين كانوا يغزون الحرب خارج الحدود الآن اقتنعوا بأن ضرورة وجود استقرار في منطقة جنوب السودان باعتبار أهمية هذه المنطقة، منطقة المياه ومنطقة البحيرات ومنطقة الآن يعني هذه الحرب كانت أفظع، يعني قربت تصل الحرب بين التوتسي والهوتو في رواندا مثل ما حصل استقرار في رواندا، والآن رواندا أصبحت مضرب للمثل. أنا أتوقع أنه فرقاء الجنوب الآن كلهم يتجهون نحو السلام والاستقرار، والشيء الحديث وزير الخارجية أيضا يؤكد على هذا الحديث، وأن الآن الجنوب ينطلق إلى الأمام ويتوجه نحو السلام والاستقرار، وصفحة الحرب أيضا في الجنوب انطوت أيضا بضغط شعبي من المواطنين، يعني يعتقدون بأن الجنوب فقد كثير جدا في هذه الحرب. آخر خبر في هذه الجولة، تحطم مروحية عسكرية إثر هبوطها بمطار نيالا. أعلنت القوات المسلحة السودانية يوم الاثنين سقوط طائرة مروحية عسكرية إثر عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من مدينة أم دافوق في رحلة إدارية روتينية. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أحمد خليفة الشامي في تعميم صحفي تحصلت الشروق على نسخة منه، أكد نجاة ركاب الطائرة وطاقم القيادة دون تحديد أعدادهم. يمكن الحديث عن حوادث مماثلة اليوم، الحديث عن تحطم هذه الطائرة، يبقى الحديث عن الأسباب لهذه المشكلات. والله أنا أفتكر أنه ده يعني شيء طبيعي، يعني إحنا نسمح كثيرا تحطم طائرة روسية في موسكو وتحطم طائرة في بلغراد وتحطم طائرة في هولندا، يعني حوادث الطيران على كثرتها أنا أشعر بأنه في السودان لا توجد حوادث والحمد لله كثيرة لسقوط طائرات. أنا أشعر أيضا أنه جزء من هذه الأسباب ربما يكون الصيانة، يعني هذه الطائرات يفترض تكون لديها صيانة دورية، ونحن نحمد الله أنه هذه الطائرة هذا الحادث لم يكن ضحيته أرواح، ولذلك على الجهات المختصة أن ضرورة مراقبة مسألة الصيانة الدورية لهذه الطائرات، ضرورة متابعة صلاحية الطائرات لأنه عدد كبير من الطائرات ربما تكون صلاحيته انتهت، ولذلك هذا الحادث حادث عادي وطبيعي ونحن نحمد الله انه لم يكن به ضحايا كما ذكرت. استاذ محمد الفاتح رئيس تحرير صحيفه الاهرام اليوم، شكرا جزيلا لحضورك ولكل ما افدتنا به من تحليلات، كثر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك جزيلا.